السلام عليكم، نرحب بكم بمادة Fundamentals of Renewable Energy ونستمر معكم في الـ Power Generation. اليوم حنتكلم على الـ Tidal والـ Ocean Current والـ Wave Energy. ناخذ أول جزئيتين الآن ونتكلم على الـ Tidal and Ocean Current. لما نتكلم على الـ Tidal نيجي نتطلع فيها، عادة اللي بدنا اياه بدنا نفكر بنفس فكرة الهايدرو باور، نفس نظام الهايدرو باور. هذه التايدل عادة بتتأثر في حركة المد والجزر. يمكن لما تشوفه تطلع على البحر، اذا حدا فيكم بروح بلاقي احيانا الموج بمد لاخر الشط او الموج بينكمش، ما حدش راقب هاي، بس ها منكم يمكن تطلعوش عليها، بس طلع عليها حتلاحظوا احيانا الموج بغطي كل منطقة الشاطئ واحيانا الموج بينكمش. السبب في عندنا التايدل ويف. في حاجة تانية بنسميها الكورنت، الكورنت اللي هي شبيهة بالرياح، والتايدل شبيهة بالسدود والهايدرو. هذه اللي بنتكلم عليها. ايش بصير عندي انا الفكرة هان في التايدل؟ لما الموج يعلى انا ايش بسوي؟ بحجزه في منطقة تانية، يعني بسوي زي ليك. الليك هذه اكت از البحيرة اللي في النهر، هذه اللي بنعملها على النهر لنولد منها. ولما التايدل يعني تنزل ايش بنسوي؟ بناخد من الارتفاع هذا بنرجعه للاوشن، فايش بصير عندي؟ بتزيد يعني بولد الكهرباء من الفرق في الارتفاع في هذا المجال. نفس فكرة زي ما حكينا ايش السدود في هذا المجال. وهي هذا مثلا بتلاحظوا، هاي هذه بحيرة اللي لما التايدل يرتفع ايش بيصير فيها؟ هذه بسموها البحيرة اللاجون لانها جزء من البحر او المحيط، بسموهاش ليك. فاللاجون هذا ايش بيصير فيه؟ بتزيد ارتفاع الماء فيه، ولما ينقص ايش بيسوي؟ تنزل ارتفاع الويف في البحر، بيصير من اسفل بيبقى توربينة موجودة، فبتضغط الارتفاع تبعت هذه البحيرة هي اللي بتولد الكهرباء في هذا المجال. الآن التايدل انرجي از جاست لايك جيوثيرمال انرجي سولار راديشن، نوت از نوت ذا برايمري انرجي سورس، يعني مش من السولار زيها زي الجيوثيرمال. هذه مربوطة بإيش؟ بالجرافيتيشن بول اوف ذا مون اند ذا صن، يعني حركة القمر حوالين الشمس هي اللي بتأثر على التايدال ويفز. At high tide the water has greater high height than at low tide، يعني لما تكون الموج عالي زي ما بتشوفوا ارتفاع المي بيبقى أعلى منه لما تكون الموج منخفض. This height difference means that some potential energy is available، يعني وين بتلاقي اختلاف في الارتفاعات معناته في فرصة لتوليد الطاقة بناء على الطاقة الوضعية. ال potential energy زي ما هاي لو عملنا لها release بنحولها ل kinetic energy وبتعمل لنا generation لل electricity زي ما بيحصل عندنا في السدود زي ما حكينا. ال water reservoir get restocked with the tide. The tidal energy can be harvested by placing turbine in a tidal flow in the sea. طبعا أول tidal plant انعمل في فرانس، tidal power station in France في 1966. أكبر واحد حاليا سيهوا ليك تايدل باور ستيشن، اوبن ان ساوث كوريا ان اوغست 2011 with باريرز تكنولوجي فور 10 توربين جنريتنج 254 ميجا وات، يعني تقريبا ضعف حجم المحطة الموجودة عندنا في غزة. The estimate of a global potential of tidal energy generation using tidal stream energy capacity exceed 120 جيجا وات توتالينج 150 تيرا وات اور بير يير، يعني هذه الموجود على مستوى العالم. طبعا هذه طاقة مش بسيطة، كبيرة جدا.
نقدر نقول بتلبي احتياجات جزء كبير من العالم. There are currently three different ways to get tidal energy. Tidal streams, barrage, and tidal lagoon. الآن بدك تشوف اللي عندي. Potential energy is the energy that is released by dropping a certain mass from a certain height. وزي ما شفنا E potential زي نفس المعادلات الموجود عندي، بس هنا بنتكلم على الـ air reservoir في هذا المجال، نفس المعادلات اللي شفناها قبل في هذا المجال. الآن هذا اللي بنطلع عليها، التايدل العالي بنسميها سبرينج، والتايدل المنخفض بنسميها نيب. النيب عادة شوف التعامد، يعني هاي المون عندي وهاي الأرض، طلع عندي هان، هاي ايش؟ هاي الشمس وهاي هاي المون وهاي الأرض عندي. طلع عندي لما نيجي القمر نيو مون بيجي في النص بين الأرض والشمس، هذه بيعطيني الايش؟ السبرينج تايدل. لما نيجي متعامد عندي، يعني بيجي في الأول الشهر والفول نون بيجي ايش؟ موازي له. لما يكون متعامد هاي القمر هنا في الجزء الثالث من الشهر والجزء الأول first quarter والربع الأول والربع الثالث، ايش بيبقى المون؟ متعامد على الأرض مقارنة بالايش؟ بالشمس. لما نيجي في نفسه هذا بيعطينا سبرينج، هذا بيعطينا ايش؟ النيبل اللي عندي في هذا المجال. كويس، هذه الفكرة. هاي الـ efficiency and energy use yield. The main conversion losses are also the same as those of hydro plant. As you may remember, these were caused by friction, turbine, and electrical losses. The energy yield is determined by the tidal variation, which depends on the position of the sun and the moon with respect to the earth. From these two, the influence of the moon is the greatest because the moon is closer to earth. الآن بنيجي نطلع عليه. لو عندي عمود من متر مربع من المية، هاي الإكزامبل، الارتفاع عندي قديش؟ 10 متر. كثافة الماء اللي هي 1250 كيلو، طبعا مية البحر هاد لكل متر مكعب، لأن المية العادية 1000، مية البحر بتزيد 25 كيلو. الجرافيتيشنال اللي عندي الآن الانرجي بوتنشال نجيبها، بنيجي بنطبق المعادلة. هاي الاريا، هاي في الكثافة، هاي عندي في الجاذبية، هاي في الارتفاع بتعطيني 1 ميجا جول اللي هي بتعطيني كام؟ 0.27 لكل كيلو وات اور لكل متر طبعا مربع. الآن هذه بدي اجي اطلع عليها. في اليوم عندي 2 تايدز اللي عندي، فأنا بدي أضرب هذه في التنتين اللي عندي، بتعطينا كام؟ يعني البوتنشال انرجي أعطتني 0.055 كيلو وات أور لكل متر مربع باليوم. الآن لما بدي أحسب الباور بدي أقسم على التايم. التايم عندي هنا الدي، الدي قديش؟ 24 ساعة. فهي الدي بروح مع الدي والاور مع الاور، بتعطيني كام؟ 22.7 وات لكل متر سكوير مترز. الان عندي لو طلعت عندي هنا الرانس تايدل باور ستيشن في فرنسا، النومينال كاباسيتي عندي قديش؟ 2240 ميجا وات. الانرجي ييلد اللي هي 500 جيجا وات اور بير يير، والارتفاع تبعي 8 متر، ومساحة الريزرفوار اللي عندي اللي هي اللاجون 22.5 كيلو سكوير كيلومترز. الآن الكباسيتي فاكتور، باجي عندي الانرجي ييلد على الكباسيتي على ساعات السنة، يعني ال 365 في ال 24 بتعطيني تقريبا 24% في هذا المجال. اذا جيت ال output power باخذ الموجود عندي هان وبضربه في ايش؟ في اللي هي
الكباسيتي فاكتور وبقسمه على ايش المساحة الموجودة عندي، بتعطيني 2.4 وات لكل متر سكوير. هاي مثلا لو بدي اجيب الكفاءة اللي عندي، هاي انا لو عندي الارتفاع موجود 8 متر، هاي ال 8 متر اعطتني، هاي اعطتني البوتنشال 0.2 زي ما حكينا عندي. لما بدي احسبها هذه بالجول او بالجول او بالموجود عندي، هذا اضربها في 2 عشان تعطيني ال لدي، بيعطيني ايش البوتنشال عندي 1.26 وهذه 0.35 كيلو وات بير متر سكويرد. ولو جيت طلعت على الافيشنسي تبعتنا، هنا بلاحظ الافريج باور اللي عندي قديش 0.35 كيلو وات اور بير متر سكوير بير دي، قسمته على 24 بيعطيني كام اللي هي 14.6 وات لكل متر سكوير. بدي اشوف الكفاءة عندي، بلاقي 2.4 على 14.6 بعطيني قديش 18% الكفاءة. هذا بدي اشوف قديش البوتنشال ككل وقارنه باللي طلع عندي، يعني هنا هاي البوتنشال اللي عندي المفروض، وهذيك اللي بتعطيني اللي طلع عندي. طلع عندي هناك باخذ 2.4 وات لكل متر سكوير، وهنا المفروض تعطيني 14.6، لقيتها بتعطيني كام على هيك 18% الكفاءة الموجودة. طيب التايدل انرجي ادفانتجز اند تشالنجز، التايدل انرجي ادفانتجز لونج لايف تايم، تايدز ار بريدكتبل، طبعا هاي محسوبة بالدقيقة بالساعة. التشالنجز جنريشنز ار نوت كونتينوس، نوت اول لوكيشن ار سوتابل impact on environment، طبعا لما نحط هنا بنغير البيئة الموجودة حوالينا. الـ global status of tidal energy installed capacity of tidal for electricity generation، the global capacity is then 50 megawatt، global energy yield producing 1.05 terawatt hour of electricity per year، الاي جلوبال ييلد 1.05 تيرا وات اور بير يير على عدد سكان الارض بير بيرسون على الايام اللي عندي، بتعطيني قديش 0.38 وات اور بير بيرسون بير دي، وهذه طبعا منخفضه كثير لما نيجي نطلع عليها. الباور دنسيتي اوف 2.3 to 3.45 وات بير متر سكوير، يعني هذا بنقول there are not enough location with suitable tidal fluctuation to meet the electricity demand of 2040 اللي هي 4.2 تيرا وات اورز. الاريا اللي عندي بدي 1.4 ميجا سكوير كيلومترز، وهذه طبعا مش موجودة. ناخذ بريك وبنرجع بنتكلم على الاوشن كورنت انرجي.